السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي 3 قطع مخاليف وحشيات المنفذ، وحشيات ما شاء الله. هذا قدامكم دبل لسان مال خوف. هذني 3، 2 منهن مخاليف مال السنه، واحد حايل، وعد 2 ولايف. الطيور ما شاء الله فشي تفليش، لان اليوم الجو كلش حلو، يعني عبالك ربيع بدا بعد. هذا رقم 1، هذا حكي عن المرتاح، وهسه شمر لسان مال خوف قدامكم، وهذا حكي بس مال خوف، بس حنجرة مميزة. اوكي، هذا رقم 2، هذا رقم 3. رقم 3 ما فتح، طير حايل كبير بالعمر وخشن بنفس الوقت، يعني مو بس حايل، شوفه هذا ما فتح، شوفوا ما شاء الله. وهذني عد 2 ولايف مال غير مكان، هذني ولايف اللي مسوي محميك وشباب دا يوصونه على ولايف مصيودات سوى جاهزات، يعني هذني ما يحتاج توالف ولا ابد، هن متوالفات ما حد، جاهزات نثيه وفحل، وهم مخاليف طبعا مال هالسنه ما شاء الله، كلش حلوات وريشن كامل ونظاف. هذا اللي سواه.